السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. طلب لرغبتكم على اليوتيوب وعلى الانستغرام، فتيات طلبوا مني وصفة تنعم الأرجل بشكل رائع وكذلك تعطيها ذلك اللون الوردي الذي تحلم به كل الفتيات. هذه الوصفة أنصح بها كل فتيات وكل النساء، وخصوصا الفتيات المقبلات على الزواج. إذا كنتم تريدون معرفة مقادير الوصفة فتابعوا معي هذا الفيديو. مقادير الوصفة: سوف نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من الصابون المغربي الذي نستعمله في الحمام المغربي اللي هو الصابون البلدي. سوف نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من الفلفل الأحمر الذي نستعمله في الطبخ اللي هو التحميرة، وسوف نحتاج إلى ملعقة صغيرة من العكر الفاسي أو كذلك يسمى بدم الغزال. الطريقة: هنا عندي ملعقتين كبيرتين من الصابون المغربي، سوف نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من الفلفل الأحمر، تطلق عليه كذلك بالبابريكا، الصابون المغربي من الأشياء التي تنعم القدمين بشكل رائع، والفلفل الأحمر أو البابريكا تعطي ذلك اللون الوردي للقدمين. نخلط المكونات جيدا، ثم نضيف عليها العكر الفاسي أو دم الغزال مقدار ملعقة صغيرة. كذلك العكر الفاسي أو دم الغزال من الأشياء الرائعة جدا التي تعطي اللون الوردي، ومعروف عند دم الغزال أو العكر الفاسي معروف جدا عند المغاربة، وسوف تجدونه عند كل عطار. نخلط المقادير جيدا إلى أن تمتزج كل المكونات ونحصل على خليط كهذا. طريقة وضع هذا الماسك: تقومين بوضع الخليط تحت الأرجل وما بين الأصابع كلها وعلى الأظافر كذلك، وبعد ذلك تقومين بوضع غطاء بلاستيكي تلفينها على الأرجل، ثم تقومين بلبس الجوارب وتتركينها على الأرجل لمدة ساعة أو ساعتين. وفي هذه الفترة يمكن أن تقومي بكل الأشغال المنزلية، وبعد مرور نصف ساعة تقومين بنزع الجوارب والغطاء البلاستيكي وتقومين بفرك الأرجل جيدا بأي حجر طبيعي تستعملينه لفرك الأرجل أو أي شيء أنت تستعملينه. بعد فرك الأرجل جيدا تقومين بغسل القدمين بالماء الدافئ وتقومين بوضع أي كريم مرطب أنت تستعملينه. فقط للتذكرة، وأنت تضعين الخلطة يمكن أن تستعملي سباتشيلا بلاستيك أو عود، أو يمكن أن تقومي بارتداء الجوارب، فقط لتفاديا لتصبغ اليدين باللون الوردي المتواجد في دم الغزال. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن تكون هذه الفكرة قد أعجبتكم وأن تجربوها. إذا عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، ولا تنسوا أن توزعوا هذا الفيديو على الأصحاب والأقارب وأي عروسة مقبلة على الزواج لكي تعم الفائدة. انضموا إلى صفحتي بالفيسبوك والتويتر والإنستغرام، الروابط كلها ستجدونها تحت هذا الفيديو. إلى فيديو قادم بحول الله، إلى اللقاء.